يا ليتنا كنا معكم سادتي فالفوز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين الموقنين. عطر مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. الثبات والاستقرار والالتزام من الأمور الأصلية عند الإنسان. عبارة الأصلية أحبتي أي إنها من الثوابت وليس من العوار التي تعرض على الإنسان. فلذلك لو تقدمنا بسؤال إلى أحد الأفراد في أي موقف من المواقف ونقول له: ما الذي تريد من ذلك الموقف؟ هل تريد أن تكون ثابتاً مستقراً متزناً منتظماً إلى غيرها من هذه العبارات التي تبين ماذا؟ تبين ثبات الإنسان ومكانة الإنسان وقيمة الإنسان، باعتبار أن قيمة الإنسان الحقيقية تبينها ماذا أخوان؟ تبينها المواقف التي يمر بها الإنسان. هذه المواقف ستجعل لذلك الإنسان ما يسمى بردات الفعل. ردة الفعل هي التي تبين قيمة ذلك الإنسان وشقية ذلك الإنسان أو حقيقة مثلا ما يدعي ذلك الإنسان. يعني ممكن أن يأتي فرد على سبيل المثال يقول أنا مؤمن، يعني يمر مثلا شاب يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنت؟ قال: أنا مؤمن يا رسول الله. هذا شو الدعاء؟ أنا أدعي نفس الإيمان، أعطيت إلى نفسي شنو؟ فالصفة، فالسمة، فالعنوان معين. شنو ليلة أمس ذكرنا أكو عنوان تشتمل في كل البشرية، وأكو عنوان مثلا له عنوان الإسلام من أجل أنطوي تحت هذا العنوان، يترتب عليه جملة من الأمور. كن أنا ألتزم بتعاليم ومبادئ وقوانين وسنن وكل شيء جاء به الإسلام. ليش؟ لأنه أنا باختيار جيت. فهنا من أجل أقول أنا هذا الشاب إجا وقال أنا مؤمن يا رسول الله. شوف تعامل أهل البيت مع هذه العناوين، هذا يقول أنا مؤمن، هذا يقول أنا حسيني، هذا يقول إلى غيرها من تلك العناوين. من قال أنا مؤمن يا رسول الله ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إن لكل شيء حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ بيننا هل إنه أنت ثابت الإيمان؟ هل إنه أنت مستقر؟ هل إنه أنت متزن؟ ما تستلزم مثلاً من يمر فد موقف معين، فد بلاء معين، غيره. فقال: فما هي حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، إن إيماني أسهرني ليلي وأظمأني
نهاري. صرت يا رسول الله لا أذوق طعم الرقاد في الليل من يجن الليل بعد أذهب إلى مناجاة ربي تبارك وتعالى. أختلي مع الله، أنتظر الليل دقيقة دقيقة، وإذا أجى النهار فأنا أيضا شوف أنا مع الله. يعني إلا أنا إيماني وصلني إلى مرحلة كل لحظة تمر علي، كل ثانية، كل وجودي جعلته لله تبارك وتعالى. وأنت في العمل، وأنت في العمل، وأنت في الوظيفة، وأنت يقول لك كل وجودي خليته شنو؟ خليته لله تبارك وتعالى. قال أنك على خير. إذا هذه الحقيقة مال إيمانك أنه أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، صايم في نهارك، قايم في ليلك، متهجد، عابد، ذاكر لله في علاقاتك. طبعا العبادة يعني هذه ما في ذهني أترك هذه المسألة. العبادة لها ألوان إخواني، يعني مو نجي نقول العبادة صوم صلاة، لا، العبادة لها ألوان. علاقات البشرية، علاقات أفراد المجتمع هي لون من ألوان العبادة. سلوكياتنا فيما بيناتنا هي لون من ألوان العبادة. أفعالنا، ما نقدمه للآخر هي لون من ألوان العبادة. طلب الرزق الحلال هو شنو؟ هو لون من ألوان العبادة. لذلك من يمر عيسى عليه السلام مثلا، واحد من مصادق ألوان العبادة، يشوف واحد عابر متهجد ساهي لا يشتغل لا يعمل، قال من يعود عليك؟ انت من معيشة؟ قال أخي أنا مفتيه بالصلاة فقط، وتارك شنو؟ تارك العمل، تارك الرزق، تارك عيالي، من يعود عليك؟ قال أخي. قال فأخوك أعبد منك. يطفى اللون من ألوان العبادة اللي ما ممكن يترك الإنسان. هو شنو؟ طلب الرزق الحلال. يهبط جبرائيل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له يا محمد لذكره صلى الله عليه وسلم. لو كانت عبادتنا على وجه الأرض، كيف تدور من ألوان العبادات اللي طبعا أساس الانطلاق لها هو شنو؟ هو الصلاة والصوم، قاعدة يستند عليه الإنسان ثم يطرق الذهن. يعني لا يروح الذهن أنه بعد العبادات بالعمل شو أسوي بالصلاة؟ الأساس هنا. من تريد تبني لك بناء إذا ماكو أساس ما يرتفع، ما يبين بناءك، يسقط في لحظة من اللحظات. يقول لو كانت عبادتنا على وجه الأرض لعملنا ثلاث خصال. يعني بعدنا أنه الملائكة اختلاف الإنسان عن الملائكة أنه مخير بعباداته، لكن الملائكة شو؟ يعني يقول جبرائيل أنه لو الله عز وجل خيرنا قال تختاروا ونزلوا للأرض وتعبدوا كيفكم، يقول لعملنا ثلاث خصال. سقاية الماء للمسلمين، وهذه العبارة اللي تبين أنه العلاقات الاجتماعية اللي عبرنا عنها ليلة أمس أن النسيج الاجتماعي، الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعاون فيما بين أفراد المجتمع بأبسط الأمور، الله عز وجل يعني يجعله شنو من ألوان العبادة، وهو سقاية الماء، سقاية الماء للمسلمين، وفيها إغاثة أصحاب العيال. اللي شو يسمون اليوم؟ ليش ذكرنا ليلة أمس إخواني؟ قلنا ترى هي الأساس صلاح المجتمعات هو الإسلام، هو التشريع السماوي، لكن الخلل اللي صار بالمجتمعات المسلمة ضيعت القضية، خلتنا نأخذ من الآخر. إحنا حقوق الإنسان، إحنا حقوق الحيوان، إحنا مو غيرنا، إحنا أهل الرأفة، إحنا أهل الرحمة، هذا الدين اللي إجى بيه. لكن من ضيع على المجتمع؟ بدا الغرب ياخذها من عندنا، يستخدم منها للشباب، بدا الشباب الغرب شوفوا العالم مهتمين حتى بالحيوانات، مسوين محميات للحيوانات، هذا الاساس الدين. فالعله ليست في الدين، العله في من يدعي الدين ولا يطبق الدين. هنا المشكله، مشكله هنا صارت. فاليوم شو يسميه؟ اليوم يسميه التكافل الاجتماعي هذا. إنه شنو؟ إيجاد حالة من المستوى المعيشية التي تضمن لكل فرد أن يعيش عيشة
سقاية الماء بأبسط الأمور للحفاظ على النسيج الاجتماعي. بعد سقاية الماء وإغاثة أصعاب الريال. شوف إغاثة، يعني ما ننتظر طارق يجي يطرق الباب يقول أنا محتاج. المجتمع المسلم هو يروح يبحث عن المحتاج، هو يعين المحتاج. ما الفقير في أوساط المجتمع المسلم؟ إذا كان مجتمع مسلم شنو واقعي إلى حقيقة، مثل حقيقة هذا الشاب المؤمن اللي قال رسول الله شنو حقيقة إيمانك؟ قال كذا. فمن يجي واحد يقول أنا مسلم، ما هي حقيقة الإسلام؟ هذا الفرق، مطبق تعاليم الإسلام ومبادئ الإسلام ولا عنوان فقط، وكل عمله بعيد عن هذا العنوان. يعني التعبير ما يشتغل كيف يجي حط لها الشرعية واشتغل، حط لها قضية مسألة دينية واشتغل كيف، بعيدة عن القرآن، بعيدة عن الأحاديث، بعيدة عن كل شيء. ذلك صار خلل في سلوكيات المجتمعات المسلمة، صار تراجع. والعلة ليست في الإسلام، إغاثة أصحاب العيال، إيجاد حالة التكافل شنو الاجتماعي وستر العيوب. ماكو واحد يفضح الآخر مثل ما أشرنا ليلة أمس. ماكو تشهير الواحد بالآخر. هذه مبادئ جبرائيل إلى الله عز وجل، وخيرنا كان نزلنا للأرض ونشرنا هذه الأمور الثلاثة. ليش؟ لأن فيها الصلاح المجتمع. الله عز وجل يقول أنا أستير، يحب شيء يحب استاذنك. إذن هذه الأمور إذا سألها الإنسان هل تريد أن تكون ثابتا مستقرا متزنا؟ كل يجتمع شرجنا يقول لك حالة استقامة، هل تريد أن تكون مستقيما؟ الجواب يقول بلى، أنا أريد أن أكون مستقيما. لكن واقع الحال نرى بأن الإنسان في عالم الدنيا لا، كثير من أفعاله وسلوكياته غير متزنة. شنو سبب؟ القرآن الكريم يخاطب النبي، وقلنا احنا ليلة أمس قلنا إخوان ليلة عندنا أكو ارتباط، لذلك جاي نرجع ليلة أمس بعد ليلة أمس على ما تتذكر. قلنا إنه من يجي القرآن يخاطب النبي ويقول أنت عندك رسالة، هذا سقط إنه كل واحد بينا عنده رسالة وإنه عنده رسالة. مو القرآن يقول لك في رسول الله شنو اسمه حسنة؟ إذا الخطاب النبوي بالعموم يشمل كل فرد مسلم، مو فقط النبي، إلا ما كان من خصوصيات النبوة، وهذا إلى فرد بحث خاص. هنا من يجي القرآن الكريم ويقول في هذه الآية المباركة فاستقم كما أمرت. أكو توجيه سماوي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأتباعه أن يكونوا شنو مستقيم. الإنسان في عالم الدنيا معرض لأي شيء، معرض لميولات، معرض لشهوات، معرض لرغبات، معرض لمطالب نفسية، معرض لضغوط اجتماعية. هاي نسميها احنا شنو الضغوطات الخارجية اللي يمر بها الإنسان خلال فترة حياته. كل هذا إخواني تحاول ايش تسوي؟ تحاول ان تجعل الإنسان غير مستقيم. شهوات، رغبات، غرائز، ميولات نفسية، اللي الإمام زين العابدين عليه السلام شو يسوي؟ يقول إلهي إليك أشكو نفسا شنو؟ بالسوء أما صح لا؟ بين حقيقته وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك. شوف تسلك بمسالك المهالك يعني استقامة وعدم استقامة. مسلك المهالك عدم استقامة. إذا مطلب النفس وشهوات النفس تحاول تدفع الإنسان لا يكون مستقيما، لا يكون متزنا. هذا مطالب نفسية. لذلك في نهاية الدعاء لمنزل العابدين جاي يحذر في نفس الوقت فيه بيان لماذا نجد بعض الناس غير مستقيمين في حياتهم. ليش هذا الإنسان يكون شنو غير متزن غير مستقيم؟ أكو أسباب لو ما أكو. هذه الضغوطات والمطالب يروح باتجاه هذا الإنسان ابتعد عن طريق الاستقامة. لذلك في نهاية الدعاء لمنزل العابدين شو يبين؟ إلهي إليك أشكو عدوا، عبر عنها بأنها عدو. العدو يحاول أن يسلب من الإنسان واحد كرامته.
العجب إذا غزل بلد يخلي له هيبة بعد ويقين، يخلي كرامة للإنسان ويقين. الإمام زين العابدين يعبر عن هذه النفس ومطالب هذه النفس وشهواتها ورغباتها وغرائزها وميولاتها وكل هذه الأمور اللي هي أغلبها مادية، يعني يعود إلى المادة وعام المادة. شو يعبر عنها؟ إلهي ليك أشكو عدوا يظلمني وشيطانا يغويني. يبين أنه هذه النفس على حال العدو اللي إذا سيطر على الفرد سلب قيمته وسلب وجوده وسلب كرامته وسلب رزقه وسلب كل شيء وخلاه ذليل وخلاه ما يمتلك زمام أموره. العدو ما يخلي الفرد شنو يسيطر عليه، ما يخليه يتحرك بكيفه، لا بعد هو يسيره، روح منه وتعالى يبدي هو يصير قوانين ويكون مجبر ذلك الفرد اللي خضع لذلك العدو يكون مجبر شنو لتطبيق تلك الأوامر. فالإمام زين العابدين أول اللي يبين شنو سبب عدم استقامة الإنسان وثبات الإنسان في طريق الحق وفي طريق طاعة الله وشهوات ورغبات، ويعبر عنا بالعدو يعبر انه اذا مال الانسان ذهبت تلك الاستقامه. لذلك خلي اضرب لكم في المثال يا اخواني، شوف الطاعات اللي الله عز وجل اوجدها. دائما اطرح هذا السؤال اقول الله عز وجل قال لنا صلاه، صح ولا؟ فرض علينا عبادات وقال اذا ما جبت هاي العبادات اكو فد خلل واكو حساب عليه، صح ولا مو صح؟ من يجي نسال السؤال الله عز وجل محتاج الى صلاتي وصلاتك؟ محتاج الى عبادتي وعبادتك؟ محتاج ارفع ايدي وادعو؟ من انا؟ من انت ايها الانسان؟ انت نكره في عباد الله، انت نكره، ليس لك وجود ايها الانسان. ويجي الله عز وجل يقول لك اوقف بين يدي وصلاتي، بما انه ما محتاج، اذا من المحتاج؟ انا مستفيد بتعبيرنا الاول والاخير منه انت ايها الانسان. هذه السنه شو تسوي؟ شويه هاي للشباب، ليله الشباب بارك ليله امس فتحنا موضوع عند الاخوان بمنزلهم يعني خصوصا القضيه خصوصا الصلاه خصوصا الصلاه. خل اضرب لك فد مثال مادي على الصلاه واثر الصلاه والاستقامة اللي تحققها الصلاة. ذهنكم يا شباب جزاكم الله. اليوم إذا سألنا سؤال علمي إن شاء الله جالسين كلهم أكاديميين واعيين، قلنا شنو سبب استقرار الإنسان واستقامة الإنسان على وجه الأرض؟ أنت ليش متزن الآن علمياً؟ شفتوا؟ ليش أنا وأنت الآن جالسين براحتنا، نسير براحتنا، نتحرك براحتنا، نضطجع، ناكل، ننام؟ شنو سبب استقرارنا على الأرض؟ وجود جاذبية أرضية، صح لو؟ قالوا أكو جاذبية أرضية تجذب الإنسان بمستوى معين خلتك الآن أنت بهالكيفية مستقيم مستقر تمشي براحتك ثابت بوقفتك وجلستك وبحركتك وبسيرك وكل شيء. لذلك هذا الإنسان من يطير وين؟ إلى الفضاء. يطلع وين؟ شوي بالكم يا شباب، يطلع خارج مدار الجاذبية الأرضية، يصعد على سطح القمر مثلاً. خو كنا شايفين شو يصير في الإنسان؟ من يبتعد؟ يبتعد. مو؟ يطير لو ما يطير؟ يطير بالفضاء. من يطير بالفضاء هذا الإنسان بعد حركته تكون سهلة لو صعبة. مسك الأشياء سهلة لو صعبة. كلها تصير صعبة لو لا. لذلك شاد حبل من نار هناك واحد مشلب جيد، فقد شوي بالكم، فقد اتزان، فقد استقرار، فقد هذه الاستقامة اللي كانت وين؟ اللي كانت على وجه الأرض. السؤال هنا إنه الخلل بالجاذبية الأرضية، إنه بالأرض ماكو جاذبية، لو إنه الإنسان ابتعد. وين المشكلة؟ الإنسان ابتعد عن مدار الجاذبية الأرضية، لذلك الاستقرار والاستقامة اللي كانت عنده فقدها ولا ما فقدها؟ فقدها. من فقدها؟ تخربط كل وضعه ولا ما تخربط؟ تخربط كل وضعه. من هي المشكلة؟
مشكلة عندك. الصلاة 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 فيها ما فيها من الجاذبية التي تجذب الإنسان باتجاه الله تبارك وتعالى. كلما جذب الإنسان إلى الله عز وجل كلما استقر، كلما استقام، كلما اتزن ذلك الإنسان. لذلك عبروا عنها، مثلوها بالدائرة العبادية بعض العلماء، الدائرة العبادية والدائرة بها شنو؟ مركز درامي، بها مركز. شوف هذا المركز هو نقطة، كل الدائرة تدور وين؟ حول هذه النقطة. من يجي واحد يدور داخل هذه الدائرة العبادية، صلاة، صوم، ذكر، تسبيح، قراءة قرآن، الألوان مع العبادات اللي ذكرناها بداية البحث، كل هذا يدخل الإنسان وين؟ ضمن الدائرة العبادية. كلما اقترب من هذه النقطة، نقطة الدائرة، كلما ازداد اتزانا. كلما ابتعد الإنسان عن الدائرة العبادية، ترك صلاة، تعبر صلاة الجهر، تعبر صلاة الظهر وغيره، كلما ابتعد، كلما ابتعد هذا الإنسان يطير كطيران رائد الفضاء على صلاة. وإذا طار الإنسان صارت مشكلة عنده، فقد الاستقامة، فقد الاتزان. زين الإنسان اللي ما مستقيم، خلينا نضرب أمثلة مادية شوية تفيدنا تقرب الفكرة. واحد يجرى كلفة مركبة سيارة، مرة هو يسوق باستقامة وبانتظام، هذا نادرا ما يسوي له حادث في المجتمع، صح له؟ ليش؟ للمستقيم يعرف السوق مرتب ومسيطر ومنتبه ومركز، فيسوق باستقامة. وطيلة سيارة الواحد شنو؟ ما يعرف يسوق وذبه بالشارع، يسوي كوارث لو ما يسوي شنو؟ هو ما قصد، هو مو قاصد يسوي كوارث، هو جاي يسوق ولا يسوق، بس يدعم واحد منها، يضرب له واحد منها، يسوي مصايب للمجتمع. ليش؟ بلاني ما أعرف أسوق. هذا الإنسان إخوان اللي ما مستقيم وما متزن، حتى من يجي يسوي له الشغلة زينة، هاي الشغلة زينة شو تصير؟ يضر بها المجتمع. ليش؟ لأنه ما مستقر، متذبذب، ما متزن في حركته، ما متزن في أفعاله، في سلوكياته، في أعماله. سببه شنو؟ بعد عن الدائرة العبادية، سببه بعد عن دائرة الجاذبية التي توجد شنو؟ حالة الاستقامة وحالة الاتزان عنده. لذلك يحتاج الإنسان في عالم الدنيا بعد أن يدرك هناك أعداء وهناك مطالب تبعد عن حالة الاستقامة وفقد هذا الاتزان، يكون حذر وينجو من هذه المطالب عن طريق شنو؟ عن طريق الارتباط والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون له حالة من المعرفة وحالة من الكشف. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء في مطلب من مطالب يطلب هكذا أخوان: اللهم اجعل لي في قلبي نورا. هذا القلب من يصير في النور الإلهي، من يصير في الحب الإلهي، يعين الإنسان واي، يثبت الإنسان، يجعله ثابت المواقف. اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. شوف المطالب مستفتين، يعني خلى جهة من الجهات، لا الجهات الظاهرية اليمين والشمال ولا الباطنية اللي هي القلب والنفس. ليش؟ لأنه النور أيضا يوجد حالة حالة الاستقامة عند الإنسان، يوجد حالة الاتزان عند الإنسان، وهذه دائما نأكد عليها. اليوم عندنا فالنور هنا بالقاعة،
إذا أردنا هسه نقوم نطلع من القاعة بعد انتهاء المجلس، نقوم منتظمين ولا لا؟ ونخرج بسهولة وبسلاسة وبساطة، وكل من يعرف طريقه. وأنا الآن هسه جالس أشوفكم وشوفوني، خلي تطفى الكهرباء وصير ظلمة، وقمنا يا بيضة خلي نطلع. شنو حالنا؟ تعبيرنا بالعامية واحد يؤمن بالله ولا يصير حاله من الفضل ولا شنو السبب؟ شنو الفرق بين الأول والثاني؟ هو غياب النور، غياب الرؤية، عدم الكشف، عدم الوضوح، إلى غير ذلك من الأمور. هذا شنو سبب إخواني؟ عدم وجود النور وانطفاء النور، هذه التراكمات اللي تتراكم على الإنسان، على قلب الإنسان، الذنوب الصغار، اللعن، غير اللي بيلتفت الإنسان، واللي دائما يكررها كثير بالمجتمع. هسه شو نسوي احنا؟ هن بسيطات، هن كذا، هن روح شوف العالم ايش جاي يسوي. لا مو هيك، ينزل النبي صلى الله عليه واله وسلم بأفقر عار، يعني شلون التعبير، السماء والطارق. هو واصحابه التفت لهم، قال اجمعوا لنا الحطب، راد يلتف موعظه. قالوا له يا رسول الله نحن في ارعاب جردات كل شيء ماكو حطب ينجي، بس ترد بس ترد. قال فليحضر كل شخص ما يقدر عليه، روح ودوروا، واذا ما لقيته فارجعوا. راح هذا اللي قال عرق قديم، هذا اللي قال خشبه قديمه، هذا اللي ما اعرف شنو قاعد يجيبون صغار صغار، شو يسوون؟ قاعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وطش الرباط، يعني يجيبون ذن العروق الصغار يكمون وين؟ قدامه، صار الكون مش كبره قدامه. قال لهم تقولون نحن في ارض قرعة، شو من دورنا لقينا لو ما لقينا؟ لقينا، شويه الموعظه من النبي. ليه؟ قال هكذا تجمع الذنوب على ابن ادم. صغار 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 على ما يصير يشوف تل كوم، ومن يصير يشوف يفقن الظهر الانسان، يطفن هذا النور الملكوتي في قلب الانسان، وبعد يفقد حاله الاستقامه اللي الله عز وجل يريدها للعباده. ليش؟ لانه فيه الصلاح والفرد في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف أولا يقولون ربنا الله ثم شو؟ يعني أكو توحيد حقيقي لله، بعدين يأتي دور الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة، شوف المقام، اللي يقولون ربنا الله واستقاموا ثبتوا ثابتين مواقف بالطاعة بالعبادة غيره، ثم استقاموا تتنزل عليكم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا خوف، الخوف من الأمور القادمة والحزن على الأمور اللي فاتت. لا تخافون من المستقبل ولا تخافون من الآخرة، وإحنا نتكفل بكم. وشك ما عندهم نسى على الله، ليش؟ لأنه مستقيم ويعرف شيء ويدري وين هو ويدري وين جاي يمشي، وغير ذلك من الأمور. فلذلك القرآن الكريم يريد أن يوصل الإنسان هذه العلاقة، كما يعبرون علماء الأخلاق، تنظيم العلاقة فيما بين الفرد والله تبارك وتعالى. هذه العلاقة إذا نظمت عن طريق العبادات، عن طريق التوجه، عن طريق الارتباط، عن طريق الذكر، الله تبارك وتعالى، اللي هو من صفات شنو؟ من صفات المؤمنين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن؟ الاطمئنان استقرار أو استقرار؟ اطمئنان استقامة أو استقامة؟ استقامة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو أن شوف واحدة من منافع الاستقامة، أكو حالة خلل، أكو جوع، أكو فقر، أكو مصادر جاي بين القرآن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى استقامة أو استقامة؟ استقامة.
شنو النتيجة؟ أكو إيمان، أكو تقوى، حالة استقامة بالمجتمع، حالة توجه بالمجتمع. شنو النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تنحل علينا. لكن غفلة الإنسان، بعد الإنسان، ضياع الإنسان، شوف يوكل والأمور إلى نفسه وكذا، وين يحل القضية؟ وهذا صعب جدا على مر التاريخ، صعب على مر التاريخ والمجتمعات والشعوب، صعب أن الإنسان بمفرده يحل القضية. ذلك الآية القرآنية: فاستقم كما، لا تبحث عن الاستقامة كما تريد أنت أيها الإنسان، لا، استقم كما أمرك الله، كما أراد منك الله. شنو؟ ومن تاب معك. كل واحد إجا إلى الإسلام وهو تحت هذا العنوان، كل شيء يستقيم كما أمره الله تبارك وتعالى، يسير في هذا الطريق. لذلك شوف الأمة اللي تصلي وتصوم، لكن هذا الصلاة والصوم ما لها الأثر، يعني ما حققت المراد منها، صارت على نحو الروتين، وهذه مشكلة كبيرة. من يجي واحد يشوف الصلاة على نحو الروتين، أسقط راجل وما يفهم من الصلاة شيء، وما يعرف ليش يصلي، وما ملتفت لآثار الصلاة، وما يدري أنه الصلاة يقول عنها مثلاً أمير المؤمنين عليه السلام: لو يعلم المصلي ما يخشاه من جلال الله أثناء صلاته ما سره أن يرفع رأسه من سجوده. يقول لو يدري وتنكشف له القضية شنو اللي يخشى من جلال الله عز وجل، يقول ما يحب، يعني يزعج من تخلص الصلاة، يريد يبقى طول عمره وين بالصلاة، لما يخشى من جلال الله عز وجل. واللي يخشى الإنسان من جلال الله يوجد استقامة لو ما يوجد. والتفسير كلها تجمع أن يرجعنا وين؟ شو كل آية أقول ترجعنا للاستقامة، كل حديث يرجعنا وين؟ للاستقامة. زين إذا ما كان مستقيم الإنسان، هذا اللي يصلي وما يجي للآية القرآنية إن الصلاة تنهى، يصلي هو يسوي الفحشة، يسوي المنكر، إذا عرضت له معصية يسويها، إذا عرض حرام يبوقه، وإذا بعنوان الصلاة، عجيب، بعنوان أمير المؤمنين، هو سارق حقوق الأمة، سارق حقوق الشعب، وهو بعنوان الدين، مصيبة لو مصيبة هذا، مصيبة هذا هو مستقيم، هذا مسكين. فلذلك لها آثار، اللي ما يحصل على هاي الآثار ممكن أن تكون نتائج مثل نتائج القوم والعياذ بالله. ناس مع رسول الله وحاضرين، لكن غاياته شنو؟ لا غايات دين ولا غايات آخرة ولا ولا ولا. لذلك شنو؟ ويلات جرت علينا إلى اليوم بسبب أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسجى على فراش الموت وقال: أتوني بأداة، جيبوني ورقة وجيبوني شنو؟ قال: أكتب لكم شنو؟ كتابا لن تضلوا. ملتفتين العبارة، ما هو ضلال، يبقى الإسلام مثل ما ذكرنا ليلة أمس، هو الحاكم بالوجود، هو القائد للوجود. شوف ضياع الإسلام منين بدأ، شوف الانحراف منين بدا. طبعا الى اليوم كثيرين اخوان ينحسبون على الاسلام، وغفله الامه مشكله. هذه مشكله، يقول لي يا داود الله عز وجل: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا. وهذا كلش خطر، الله عز وجل يخاطب النبي داود يقول له عالم، يعني مصداق للعالم، لكن ايش فيه؟ ما عنده تقوى، ما عنده ورع، عنده علم بس العلم شنو؟ ما وجد عنده شنو؟ ما وجد عنده ورع. شلون قارون بذكر القرآن الكريم؟ شلون الحجاج اللي كان ما يجاوب إلا بالقرآن؟ شلون معاوية؟ شلون يزيد؟ شلون مثلاً نتيجة إلى ذول الخوارج اللي خرجوا ضد أمير المؤمنين حافظين تاليه للقرآن قائمين ليل وصائمين نهاره، لكن خرجوا عليهم أرزلهم؟ كلهم علماء. شلون ذولا اللي كتبوا رسائل جابوا الإمام الحسين عليه السلام من المدينة لمن؟
الحسين بفتوى فتوى شرعية ضد الإمام الحسين. يقول له يا داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين. قطاع طريق مو بين بلد وبلد، بين العبد وبين الله. هذه مصيبة يعيشها الفرد ويعيشها المجتمع إذا ابتلوا بهكذا علماء في كل زمان. إذا ابتلوا شوف الأمة تبتعد عن الدين، تبتعد عن الشريعة، تبتعد. فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع عداوة مناجاتي عن قلوبهم. أبد ما يلتذون لا عبادتهم لا مناجاتهم لا دعاهم، أسلف هذه المناجات لغير مستحقين. لذلك إمامك الباقر عليه السلام يمضي في المصداق إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال. يقول الإمام الباقر من يقود الأمة كالنبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرنا ليلة أمس وبعث رحمة شو في كل سلوكياته، كان هو المتأذي الأول والأخير من أجل الإسلام ومن أجل الدين ومن أجل المذهب ومن أجل القرآن، هو المضحي. إن الإمامة لا تصبح إلا لرجل فيه ثلاث خصال. هذا إمامك الباقر يقول مو غيره. ورع يحجزه عن المحارم، كن ورع تقي. وحلم يملك به غضب، حليم ما يغضب على الأمة، ما يشجر الأمة. شلون ذكرنا ليلة أمس؟ شلون قلنا هذا الشاب اللي أخطأ شلون يتعامل يا رسول الله؟ لا سقط ولا كذا ولا لا، بالمباشر رجع للطريق. وحلم يملك به غضب، والثالثة هي ما ليلة أمس، وحسن الخلاف على من ولي حتى يكون له كالوالد الرحيم. والد مو مثل اي والد، والد اكو شنو؟ اكو والد عنده رحمه واكو والد شنو؟ وين ما يكون خليل الرحيم؟ ما يدري ولده وين رايحين وين جايين، ايش ياكلون؟ ايش يشربون؟ وين يبلغون؟ الامام الباقر يقول وحسن الخلاف على من ولي حتى يكون لهم كالوالد يا رحيم. اللي ثاني وجوده وحياته من اجل شنو؟ من اجل عائلته، من اجل ابنائه. الامام الباقر يقول الامام وقياده الامه كون عنده ذنب مثل الصفات، اذا فقد وحده من عندهم كون يتنحى. اذا تشوف الامه من اجت في ذلك الزمان وانصاعت الى الاول والثاني والثالث جربت ويلاي بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم عايش. ليش ما يشتم الهوى في تعبيرنا؟ وبدأوا شو يسوون؟ يحرفون بالأمور. يا معودين النبي لإنك ورقة وقلم. هذا اللي القرآن يقول عنه ماذا؟ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا هذا الوحي، يعني الوحي اللي يكتب. هذا الله عز وجل اللي يقول لم تردوا بعدي شنو؟ أبدا. أعطيكم تعاليمكم، ما قلتكم شو تسوون؟ إلما ترجعون، وين تطلبون واجبكم؟ راح أغيب عنكم. إيش قال؟ حسبنا كتاب. شوف هم يدخلك من جانب شبي. حسبنا كتاب الله. ما اكتفر إن النبي شنو أثقله المرض، قالوا إنه لا يهجر. يعوفون النبي مسجى أمير المؤمنين بقربة والزهراء بأبي وأمي، ويرقون يسوون لهم سقيفة ويسوون لهم جلسة ويقولون بعد هالساعي فرصتنا الخلافة لنا، ويعوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنوب ما اكتفوا بعد أن غاب شخصه بأبي وأمي، النوب تجرعوا علينا على بنتي اللي بين لها كذا رحمه بيج كذا وكذا وكذا يا فاطمة. اليوم ما اكتفوا بكاء الزهراء على رسول الله شوف من عمر، لأن كان ذاك البكاء بيها رسالة
أن فاطمة بأبي وأمي رسالة تذكير للأمور. دموع الزهراء بأبي وأمي رسالة شنو؟ رسالة تذكير للأمة. لذلك المصيبة كبيرة، بل أصبحت مصائب. هم فقد النبي، هم سلب الخلافة، هم ظلم أمير المؤمنين، هم ظلم الزهراء، هم إحنا خسرنا رسول الله اللي يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. أنا في وسط قوم خير. قال له ليش؟ قال لهم الله عز وجل يقول ما كان الله يعذبهم معذبهم وأنت فيهم. ما دام أنت موجود وسط الأمة ما ينزل العذاب على الأمة، فوجودي معاكم خير لكم. خسرت الأمة، هذا الرحمة الإلهية. قال له زين مماتك يا رسول الله؟ قال إن أعمالكم تعرض علي في كل أسبوع مرتين، في كل جمعة مرتين، يعني كل أسبوع يقصد جمعة، يوم الاثنين وال، فمن كان مسيئا استغفرت لكم. شوفوا ليش وما أرسلناك إلا من أشوف من أعمالكم ما بين استقامة استغفر. شوفوا صفة القيادة الدينية اللي هنا اللي تحمس ناخذ الصفات اللي نطبقها في كل زمان. وما كان منه خيرا استزدت الله اللي مو زين ادعو الله يحفظك، واللي زين اضيف عليه بعض الزينات. اقول الهي كثر الذنب، الهي ضاعفني، هذه حياتي خير لكم ومماتي. لذلك فقدنا اليوم فقد أب يا علي انا وانت ابواب هذه الامه. واللي يفقد ابوه ما يلبس قاعد وعيون اجباره، يحتاج لونه، يحتاج لصرخة، يحتاج لأن، يحتاج دمعة، ما يحتاج واحد يقعد قدامه وينعاله، لا هو فاقد أب. هو الناس تبكي عليه، صح ولا؟ اللي يفقد أب وتباوع عليه تبكي على حاله، وما تبكي نبكي على حاله. إحنا اليوم فاقدين أبونا وريد ونا، إخوان كنا فاقدين أب، وخلنا نبكي على أبونا الزهراء جالسين أمير المؤمنين. شو تقول له؟ اريد نهايه كل بيت تقله ان وياي على رسول الله، وتنزل لك دمعه واطلب حاجتك. هذا رحمه الله الواسعه، هذا حبيب الله، هذا من قال فيه الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا من دنا فتدلى فكان قاب قوسين. هذا محمد صلى الله عليه واله وسلم خير البريه، خير البرية. هذا الذي خلق من نوره كل خير. يا جابر أول ما أول شيء خلق الله نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. اليوم فقدنا هذا النور، فقدنا هذا الصوت، فقدنا هذا الوجود الملكوتي، هذا الوجود الإلهي، هذا التجسيد الرحمة الإلهية. والزهراء فقدت أبوها، وراح يجري ما يجرى عليه من ظلم، وبعد أيام مو بعيدة راح نطلع من مصيبة الرسول المد، من مصيبة حرق الدار وظلم علي وخلافة علي. شوف المصائب من وحدة، من ألم الألم، من جزع الجزع، من مصيبة المصيبة، من دمعة الدمعة. ما تركوا أهل البيت، لكن جرت هاي المآس من هاي الليلة. شدت إلى الزهراء كل حضرة وفاته يا علي، شيل الوساده. اذا ما كملنا اترك الابيات، اترك الوحام. اريد ون هاي رسول الله، ما بيها خجل، ما بيها مستعهوان. هذه الون تؤجر عليها، هذه الصرخه تسجل، تسجل عند الزهراء، عن لسان الزهراء. قال الزهراء هذا حضرة شهادة ومدد شمال ويمين.
والله يا
وإنا إليه راجعون. يا الله